السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في هذه الحلقة والتي نتحدث فيها عن الطراز المعماري الظفاري القديم. ولعل هذا الطراز المعماري استمد قوته من الحضارة التاريخية لهذه المنطقة، والتي أيضا كان لشجرة اللبان الدور الكبير في هذه الحضارة. ومدينة البليدة التاريخية التي بنيت عام 1221 على يد السلطان أحمد بن محمد الحبوضي كان لها الدور الكبير أيضا في رسم الطراز المعماري الظفاري، حيث أثر هذا البناء أيضا على محيطها المختلف في ظفار، وتأثرت البنيان والقرى المحيطة بهذه المدينة بهذا التأثر لمدينة البليد. وكانت لشجرة اللبان واللبان المقدس الدور الكبير أيضا في تطور هذه الحضارات وفي تطور هذا الطراز المعماري الفريد من نوعه في ظفار. ولعل ذكر ذلك أيضا في كثير من الكتب التاريخية المتعلقة باللبان. فالعمارة التقليدية الظفارية سواء كانت في البليد أو كانت في منطقة الحافة أو الدهاريز أو في عوقد أو في صلالة الجديدة أو في الغربية أو في طاقة أو في مرباط، هي متشابهة تماما، تأثرت أيضا بهذه الحضارات وكان لها الدور الكبير والتميز أيضا على مستوى المنطقة. الحجارة المستخدمة في البناء في الطراز المعماري الظفاري القديم كانت حجارة القص، وحجارة القص هي أيضاً من أفضل أنواع الحجارة المستخدمة في البناء، فهي تمنع الضوضاء وتمنع أيضاً الرطوبة وتمنع أيضاً الحرارة من دخول إلى داخل المنزل، فبالتالي تحافظ هذه الحجارة على دفء المكان وأيضاً على برودة المكان بداخل المنزل. هذه الحجارة حجارة القص تستخرج من المحاجر أو من الفجر كما نقول محلياً، فبالتالي هي من الخامات الطبيعية الموجودة في المنطقة، وأيضا تعيش هذه الحجارة ربما إلى آلاف السنين، ونلاحظ هذا في كثير من المنازل القديمة في هذا الحي. أسطح المنازل أو سقف المنزل يستخدم فيه خشب الركراك أو خشب بما يعرف بالميطان، كذلك يستخدم فيه خشب النارجيل، وهي أيضا مواد وخامات مستوردة من البيئة، وكذلك هناك سعف النخيل، وكما نرى يوضع سعف النخيل أعلى هذا الخشب ليحمي المنزل من الرطوبة ومن عوامل البيئة المختلفة. وما زال خشب الميطان وهو خشب الزيتون البري أيضا من أغلى أنواع الخشب، ليس لدينا فقط في الجزيرة العربية، إنما حتى في جنوب إفريقيا يسمى الخشب الحديدي، ويستخدم أيضا في مختلف أرجاء العالم لقوة هذا الخشب. فاستطاع البناء المعماري الظفاري القديم أن يجد في هذا الخشب المتواجد بكثرة في ظفار وسيلة له، وأيضا استخدامات متعددة في الطراز المعماري الظفاري، وهذا يحسب للبناء ويحسب للمهندس المعماري الظفاري. الأبواب كذلك مصنعة من خشب الصاج، وخشب الصاج يستورد من الهند منذ آلاف السنين ويعتبر من أفضل أنواع الخشب، لذلك السفن العمانية قديما مصنعة جميعا من خشب الصاج، وتعتبر من أشهر السفن في الجزيرة العربية. كذلك كان للجماليات المتعلقة بالطراز المعماري الظفاري القديم الحضور، حيث كانت هذه الجمالية تتمثل في كثير من
من نقول نستطيع القول أنها من المفاهيم الصغيرة الموجودة في هذا الطراز المعماري. فنجد على سبيل المثال الألوان، كانت هناك ألوان هادئة، ألوان قريبة من البيئة، ألوان أيضا استخدمت من البيئة. كذلك نجد النافذة، والنافذة حقيقة الحديث عنها أيضا يطول، والنافذة كان لها دور كبير جدا في المعمار الظفاري. فالنافذة الظفارية وضعها المهندس الظفاري بشكل هندسي فيه من الإبداع الكثير. هناك أربع فتحات في النافذة الطراز المعماري الظفاري. هذه الأربع الفتحات كل فتحة لها دور، يعني إذا أردنا أن يكون الهواء قوي جدا فتحنا الأربع فتحات، إذا أردنا الهواء من الخارج فقط أن نتحكم فيه نفتح فتحة واحدة من هذه النافذة أو فتحتين، أو نفتح النافذة بالكامل، أو أيضا نقوم بإغلاق كل النوافذ. كذلك هذه النافذة لم تكن كما ذكرت بشكل استعباطي أو بشكل ليس له مكانة أو بشكل جمالي، إنما كان يخدم هذا البناء وهذا الطراز المعماري. فبالتالي المهندس الظفاري بالفعل أبدع في تكوين هذه النافذة وفي هندسة هذه النافذة، وأيضا في جمالية هذه النافذة، حيث كانت هذه النافذة أيضا مزخرفة بكثير من الجماليات التي تعطي الشعور للساكن بالدفء، وأيضا بالروحانية، وأيضا بالنظر المريح للعين. كذلك نجد التباشير، والتباشير هي عبارة عن زخرفة وضعت أعلى هذه المنازل، وهي لا توجد إلا في الطراز المعماري الظفاري القديم. التباشير عبارة عن مثلثات وضعت بشكل جمالي أعلى هذا المنازل، ولكن لها دور اجتماعي جدا كبير، وهذا الدور يتمثل طبعا في عندما يكون هناك فرح أو تكون هناك مناسبة عظيمة في هذا البيت، يتم حرق اللبان أعلى هذه التباشير، أعلى هذه المثلثات. وحرق اللبان الناس تشاهده من كل أنحاء المنطقة، فبالتالي يوحي لهؤلاء الناس بأن هناك فرح أو هناك مناسبة سعيدة جدا في هذا المنزل. وقد ذكر الأستاذ عبد القادر الغساني رحمة الله عليه في كتابه عن اللبان عن التباشير، وذكر بأن قدوم السلطان إلى ظفار عن طريق البحر كانت تحرق كميات كبيرة جدا من اللبان أعلى هذه التباشير. فبالتالي لم توضع هذه التباشير بشكل عبثي، إنما وضعت لمناسبة اجتماعية أيضا، ولمناسبة أيضا يحتفل بها الجميع. فهذه رغم أنها يظهر من العين المجردة أنها مجرد عبارة عن جمالية وضعت أعلى المنزل، ولكن حقيقة الأمر أنها وسيلة اجتماعية أيضا توصل الخبر للناس أجمعين. فبالتالي التباشير والمثلثات أعلى المنازل لها دور حضاري ودور اجتماعي في هذه المنازل وفي الطراز المعماري الظفاري القديم. كذلك قسمت المنازل إلى ثلاث ربما طبقات أو مسميات. لدينا عندنا الدهاريز، الدهاريز وهي المنازل ذات الطابق الواحد، ولدينا المحايل وهي المنازل ذات الطابقين،
ولدينا أيضا القصور وهي المنازل ذات الثلاث طوابق، وأيضا نجد أن كل ربما المحايل والقصور والدهاريز لها استخدامات. فنجد مثلا في بعض الأحيان تستخدم المنازل ذات ثلاث طوابق من القصور والمحايل، تستخدم الدهاريز في تحت كمخازن، وهذا أيضا موجود في الطراز المعماري الظفاري، بينما المحايل تستخدم أيضا كغرف وكذلك القصور. لدينا أيضا الغرف، الغرف هناك أنواع من الغرف، عندنا المطول، المطول وهو الغرفة بشكل مستطيل، وهذا المطول يستخدم أيضا كجلسة أو نقول كديوانية، كمجلس أيضا وكلقاءات، وأيضا يمكن يستخدم كغرف. ولدينا الغرف المربعة، والغرف المربعة أيضا تستخدم كغرف غرف نوم، وأيضا استخدامات فيما يتعلق أيضا باستقبال ممكن أي الضيوف، ولكن تم التعارف عليه أن المطول هو ما يستخدم كاستقبال للضيوف. هذا هو الدهريز، والدهريز كما ذكرنا يستخدم أيضا كمخزن للمؤن، ويكون في الطابق السفلي للمنزل. كذلك الضيقة هو أيضا في الطابق السفلي، وهو ممر هوائي أيضا إلى داخل المنزل، إلى المحايل وهو الطابق الثاني، وإلى القصور وهو الطابق الثالث. حقيقة الأمر أن جمالية الطراز المعماري الظفاري لم يكن عبثا، فنجد مثلا على سبيل المثال الغرف كانت هناك المثلثات، وأيضا كانت الأقواس المثلثة. هذه الأقواس المثلثة أو هذه المثلثات من ينظر إليها يعتقد أنها فقط كجمالية، ولكن حقيقة الأمر أنها ليست كجمالية، إنما استخدمت أيضا ولها استخدامات، مثل كانت توضع كرفوف، وأيضا تستخدم أيضا كوضع المباخر، وضع اللبان، وضع الأدوات الزينة على هذه الرفوف. ومع ذلك من حيث الهندسة هذه المثلثات أو هذه الأقواس المثلثة كانت تحمل هذا الثقل الهندسي أو ثقل الحجارة بهذه الغرف، إذن كان لها أيضا أدوات جمالية، وأدوات أيضا تستخدم داخل الغرفة، وأيضا لها أدوات هندسية بأنها أيضا تساعد على حمل هذه الحجارة وهذا الثقل بهذا المبنى. فبالتالي لم تستخدم عبثا ولم تكن عبثا، كل ركن في هذه الغرفة وفي هذه الغرف كان له أيضا استخدامات متعددة، سواء كانت استخدامات هندسية أو استخدامات تخدم أصحاب المنزل. كذلك نجد في معظم المنازل شيء ما يسمى بالشمسية، وهي الفتحة بداخل هذه المنازل، وهذه الشمسية أيضا لها استخدامات، بحيث يمكن لهذه الشمسية والفتحة بداخل هذه المنازل أن يدخل الضوء إلى كل الغرف. فبالتالي نجد هناك تشابه أيضا بين الطراز المعماري الشامي في مسألة الشمسية وبين الطراز المعماري الظفاري. وأيضا الشمسية، معظم منازل أيضا ظفار أو الطراز المعماري الظفاري استخدمت الشمسية أيضا كمكان أيضا للجلوس، وأيضا مكان للالتقاء بالأهل وبالإخوان في هذا المكان، وهو يعطي أيضا جمالية لهذا الطراز المعماري. و
وذكرنا أن المنزل النورة، النورة هي الصبغة التي توضع على هذه المنازل. هذه الصبغة أيضا قد تخلط، هي بيضاء ولكن قد تخلط بمادة أو بمواد أخرى لتعطي ألوانا أيضا جمالية لهذا المنزل. من جمالية النور أنها يعني تمنع دخول الحشرات وإلى هذا المنزل، لأنها مادة حارقة أيضا فتمنع دخول هذه الحشرات، فبالتالي لها استخدامات متعددة سواء كجمالية وأيضا استخدامات صحية في صبغ هذه المنازل من الخارج. ونجد أن العمارة الظفارية تأثرت أيضا بالعمارة الإسلامية، وربما نشاهد ذلك في الأعكاف أو الأقواس المحيطة بالمداخل بالمنزل، أيضا الأقواس أيضا الموجودة في الغرف. هذه الأقواس أيضا من النمط المعماري الإسلامي، فبالتالي العمارة الظفارية تأثرت بهذا النمط المعماري الإسلامي، فكانت متواجدة أيضا بتفاصيلها في المنزل التقليدي الظفاري. كذلك نجد مدخل المنزل، دائما نجد حجم هذا المدخل كبير جدا، ولأنه قديما كانت الجمال وهي محملة أيضا بالمؤن تدخل من هذه فتحات المنازل الأبواب، وتصل أحيانا إلى الطابق الثاني المحايل، وأحيانا تصل إلى الطابق الثالث المسمى بالقصور لتضع هذه المؤن. فبالتالي أيضا هذه الأبواب كانت أيضا أبواب عريضة، وكانت أبواب كبيرة جدا يمكن للجمال أن تدخل وهي محملة بالمؤن إلى داخل هذه المنازل وتضع هذه الحمولة. فبالتالي المهندس المعماري الظفاري راعى كافة التفاصيل في تصميم هذه المنازل. كذلك تخطيط المدن الظفارية كانت تتجه دائما نحو الجنوب. لماذا نحو الجنوب؟ لأن البحر كان ناحية الجنوب، فبالتالي الرياح تأتي من ناحية الجنوب، وهذا كان تخطيط معماري أيضا فريد، حتى تدخل الرياح الباردة إلى هذه المدن، فنجد دائما المنازل تتجه نحو الجنوب في النمط المعماري الظفاري التقليدي. كذلك الحارات، الحارات وضعت أيضا من خلال مهندس، وكأننا أمام مهندس مدني من وقتنا المعاصر، لأن الحارات وضعت بشكل هندسي أيضا يسمح بدخول الرياح من الجهة الجنوبية أو من الجهة الشمالية إلى وسط هذه المدن. هناك ما يسمى بالمغصوص، والمغصوص هي الحارات في وسط هذه المنازل أو الممرات في وسط هذه المنازل. المغصوص يسمح بدخول الرياح من بداية المنازل إلى الوسط، يعني نجد أن لا توجد هناك منازل تغلق منافذ هذه الرياح. هذه المغاصيص أيضا استخدمت بهندسة مدنية أيضا متطورة. نجد على سبيل المثال أن المنازل بالداخل أيضا أكثر ارتفاعا من المنازل التي تتجه نحو البحر أو من نحو اتجاه الرياح بالخارج، فالمنازل الموجودة في الخارج هي أقل ارتفاعا من المنازل الموجودة بالداخل، وهذا فيه كثير من الأخلاق الإسلامية أيضا، فاحترام الجار أيضا وأيضا تقديس الجار من حيث الأخلاق الإسلامية، بما أنه لا يمنع من دخول الرياح ولا يرفع منزل المنزل بأكثر من طابق حتى يسمح بدخول هذه الرياح وهذا الهواء إلى المنازل التي هي بالداخل. فبالتالي أيضا هذه الهندسة المدنية ورغم أنها قديمة ورغم أنها منذ مئات السنين، ولكن فيها الكثير من الهندسة التي تسمح بدخول الرياح والتي تصل من خلالها النسمة العليلة والهواء البارد إلى المدينة بأكملها. فحقيقة التصميم المدني لهذه الحارات وهذا الطراز المعماري أيضا تصميم فيه من الذكاء وفيه من العوامل التي تساعد
على الحياة في هذه المدن. المغصوص، المغصوص هي المساحات أو الممرات الموجودة بين المنازل، وطبعاً المغصوص هو وضع بشكل هندسي من أجل مرور الهواء أو النسمات الباردة التي تأتي من الناحية الجنوبية أو من اتجاه البحر إلى الداخل، فبالتالي المغصوص له وظيفة هندسية وهي مرور هذا التيارات الهوائية إلى داخل المدينة. فاختلاف المونسون الشتوي والصيفي في هذه المدن أيضاً كان للمهندس المدني اعتبارات في تخطيط هذه الحارات، فكان لهذه الرياح أماكن وأوقات معينة تدخل من خلالها إلى وسط هذه القرى وهذه المدن المعمارية، فبالتالي هذا أيضاً ميز المدن المعمارية أو المدن الظفارية القديمة بكثير من العوامل التي تساعد على تلطيف الأجواء بداخل هذه المدن وهذه القرى. حقيقة الأمر أن التاريخ عندما يتمازج مع بعضه البعض وعندما تتأثر بعض المدن ببعض الحضارات كما حدث معنا في ظفار يتجسد هذا في الطراز المعماري وفي الحياة الاجتماعية أيضا. ظفار كانت منذ القديم ذات علاقة مع مختلف الحضارات وذكرنا ذلك، وأيضا كان لمدينة البليد أيضا الدور الكبير جدا والبارز جدا في استقطاب التجار من مختلف أنحاء العالم، فذكر ذلك ابن بطوطة وذكر ذلك ابن المجاور وذكر ذلك الرحالة ماركو بولو، وهناك كثير من المستشرقين أيضا ممن ذكروا ظفار في كتبهم وتحدثوا عن النمط المعماري الظفاري التقليدي وعجبوا بهذا الطراز المعماري الظفاري. فبالتالي نستطيع القول أننا لدينا كنز من المعمار المنفرد أيضا بالجزيرة العربية، والذي لديه خصائص ولديه أيضا مكونات من الطبيعة ومن البيئة المحيطة به. وتصميم الحارات في النمط المعماري الظفاري لم يكن عبثا، كما ذكرنا هناك تصميم راعى كل كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المدينة، ولكن أيضا مراعاة الجانب الإسلامي والديني في تصميم هذه المدن، فأخذ المسجد حيز كبير جدا من هذا التصميم. نجد معظم الحارات ومعظم المدن التقليدية في ظفار المسجد يرتكز في وسط هذه المدن وفي وسط هذه القرى، وقلنا أن هذه المساجد كان لها دور حضاري أيضا ودور اجتماعي، حيث كانت الدكة تدار من خلاله كافة شؤون هذه المنطقة أو هذه القرية. ومن أيضا المدهش أن ترى أكثر من مسجد في حارة لا تتعدى كيلومتر، يعني ممكن أن نجد 5 مساجد في هذه القرية أو هذه الحارة التي ربما لا تتجاوز الكيلومتر. فبالتالي الناحية الدينية أو العوامل الدينية كانت حاضرة بقوة في هذه القرى وفي هذا النمط المعماري الظفاري.
كذلك الجوامع والمساجد في ظفار، اهتم البناء الظفاري القديم بجمالية هذه المساجد، بحيث نجد الأعمدة الكبيرة جدا في هذه الجوامع، ونجد أيضا ارتفاع الأسقف، ونجد النوافذ ذات الطابع الجمالي، ونجد الأبواب. فأطراز المعماري للجوامع في ظفار قديما كان طراز منفرد تماما، وسوف نلاحظ ذلك مثلا في هذا المسجد الذي تم إعادة ترميمه، مسجد عقيل، نجد طراز معماري فريد من نوعه. وربما ذكر كثير من الكتاب ومن كتاب التاريخ مسجد البليد الأثري ذو الأعمدة الكثيرة جدا، ويعتبر من المساجد أيضا التي ذكرت كأكبر المساجد الإسلامية في العالم الإسلامي. فبالتالي الجوامع والمساجد شكلت حيزاً كبيراً جداً من اهتمام البناء الظفاري القديم. حقيقة هناك القليل فقط ممن لهم دور كبير جدا في توثيق هذا الطراز المعماري الظفاري القديم. نذكر على سبيل المثال الدكتور سالم عقيل من قبل الأستاذ أحمد المعشني، الأستاذ خالد صواخرون، الدكتورة نعيمة بن قارئ، هؤلاء أيضا كان لهم دور في توثيق الطراز المعماري الظفاري القديم. وهناك الآن مجموعة من الباحثين ومن المهتمين بهذا الطراز من أجل توثيقه للأجيال القادمة. لذلك اليوم نستطيع القول أن الطراز المعماري الظفاري العماني هو طراز حقيقة منفرد بكل خصائصه، منفرد بالجمالية، منفرد بنوعية هذا الطراز، منفرد بتصميمه المعماري وبتصميمه المدني سواء للمدن في ظفار. وقد تتشابه أحياناً بعض هذه المدن مع مدن متماثلة أيضاً في سواء كان في شمال عمان، ولكن من حيث أيضاً بعض الأدوات التي استخدمت في بعض القرى في وبعض المدن في شمال عمان تتشابه أيضا مع الطراز المعماري الظفاري القديم، سواء من حيث الجمالية أو من حيث بعض الخامات. في نهاية هذه الحلقة نتمنى أن نكون قدمنا ولو القليل جدا من معلومات عن المعمار الظفاري العماني، والذي ربما يتميز بكثير من الجوانب المختلفة، والذي يتشابه أيضا مع الجوانب الإسلامية سواء بالجزيرة العربية أو بالوطن العربي والإسلامي. شكرا لكم، واعذرونا على التقصير.